غرقت غرقت كنبان لك بحال في البيره هنايا. هادشي اللي كيبان لي واجد. اول مره مالك؟ قول اشنو غادير اليوم؟ قسما بالله غدا حتى غنبيعو بالخطيه اخويا. غنخسروا 1500 درهم في واحد البياسه اخويا. هذاك علاش جيت كنعلم بالكليان، علاش؟ غتقولوا علاش؟ علاش غادي نخسروا معاكم؟ بغينا نردوا لكم شويه ديال الجميل، يعني رميساء عندها العيد الميلاد ديالها، هذا المحل عنده 12 عام. يعني بغينا نشكركم على الدعم ديالكم، على الوقوف ديالكم معنا، على البارطاج، على الدعوات ديالكم. غدا ان شاء الله مع 10، غير هو الله يرحم محمد، راه ما يمكنش شي وحده غادي تسجل هذه الفرصه هذه، حيت كلشي دابا غيبقى قاني غدا غيفيقوا، المغرب كله غادي يفيق غدا، غدا الحريفيه في السوق غادي يفيقوا مع 10. ولكن هذا الفيديو هذا ما يصلحش لهم، هذا الكليان ديالنا حنا مسجلين ومحفظين الكليان ديالنا حتى هو بحال الماركات بحال بريسيوزا، يعني غير الكليان ديالنا فقط. غدا مع 10 ان شاء الله واحد موديل كان 3000 درهم دابا 1500 درهم، بالنسبه للناس اللي خداهم غاليين حنا ما عندنا مشكل حتى شي واحد. رميساء الدار الكبيره، يعني غير اجي اختي وكل شيء ديالك ونعوضوها لك وعلى الراس والعين، يعني ما يبقاش فيك الحال. حنا بغينا نحتفلوا مع الكليان ديالنا، ملي بغينا نحتفلوا كل شيء عزل هذا الموديل، كل شيء شاوه راه بحال حتى نتوما غديروا شي اجر، يعني كل شيء قال لك هذا الموديل هذا بالضبط انا حلمت راسي لابسه، انا امنيتي نلبس هذا، راك عارف العيالات مساكن، حنا خصنا نرضيوه ونديروا لهم داكشي اللي بغاو. واخا هاد الفيديو هذا شنو غنربحوا؟ والله حتى غنربحوا الدعاوي ديالكم، هما الفلوس راه خسرناها دابا صافي، عاونا على الخسر. غنربحوا البارطاج ديالكم، الدعوات ديالكم، التعاليق ديالكم. المهم صيفطي لصاحبتك اختي الا كانت شي وحده عزيزه عليك، غير صيفط لها هاد الفيديو هذا، قول لها غدا الصباح عند رميساء، غدا الصباح جيو كتجريو عند رميساء المحل، ولا دوزوا للانترنت، حيت واحد الهوته اللي ما عمرها غادي تعاود وما عمرها غادي تكون عند اتوب رميساء. وتصبحوا على خير، نعسوا مزيان باش غدا تفيقوا مزيانين.